صباح الفل، صباح الياسمين، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج نعم استطيع، الحلقه 241 الموسم العشرين. النهارده حلقتنا حلقه متميزه جدا في مجال الفنون والابداع والمواهب في مجالات متنوعه، وزي ما عارفين ومعانا انه اي دوله دايما بترتقي بالثقافه والفن، وانه دلوقتي في مصر تحديدا كل التركيز على الشباب، لانه بالشباب تبني الامم وترتقي الحضارات. رحبوا معايا بالموهبة المتميزة، معانا الفنانة هدير سامي من المطرية، معانا ومعاكم البنت اللي ابتدت حلمها وموهبتها من صغرها وكبرت وحبت تنميها حتى وهي بتشتغل، ما استسلمتش وفضلت ترسم والكل حب رسوماتها، موهبة من أرق المواهب. معانا ومعاكم الفنانة هدير سامي من المطرية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي يا فندم، شرفتينا النهاردة. أهلا بيكي. طيب ممكن تعرفي نفسك اكتر للساده المشاهدين؟ انا هدير سامي، عندي 21 سنه. ابتديت في موضوع الرسم ده من وانا صغيره، لقيت نفسي بتطور فيه، كل ما اشوف حاجه قدامي بعمل زيها بالظبط وبحط يعني ليها التاتشات بتاعتي انا الخاصه بيا انا، فحبيت الموضوع، حبيت ان انا انميه، خدت كورس وحبيت ان انا امشي في الموضوع دوت، سواء رصاص او الوان زيت، او يعني انمي الموهبه ديت عندي اكتر واكتر لحد ما تبقى حاجه كويسه يعني في حياتي، وتبقى حاجه يعني تبقى ليا انا. تمام. طب انتي ممكن تقولي لنا اول رسمه بدات بيها حلمك وموهبتك دي، كانت اول رسمه عباره عن ايه؟ لا، هي كانت رسمة من على كمبيوتر، رسمت بيبي صغير، كان بيبي كده كان موجود على الكمبيوتر، فعملت زيها، فوالدتي هي اللي لاحظت الكلام ده اساسا، فقالت لي انتي حابة الرسم يعني رسمت زيها بالظبط بنفس الابعاد بنفس طريقة الرسم، يعني كأنها مطبوعة. في ناس كتير حتى كانت بتفتكر ان انا بشف الرسومات، ولكن الفن ده حاجة جميلة جدا طبعا. هما كانوا بيفتكروا ان انا بشفها، بس قلت لهم لا، ازاي من على كمبيوتر هشفها ازاي؟ ايوه صح. بس ابتدت من هنا. طيب اكتشفت موهبتك ازاي ومين ساعدك فيها؟ ما انا اكتشفت الموهبة من ساعة بقى ما ابتديت اكبر شوية ودخلت يعني دخلت في الموضوع دوت اكتر، اكتشفت ان ديت بقى دي خلاص دي كده موهبة مش فترة وهتعدي، فحبيت ان انا اكمل فيها حاول ينميها شوية، عمو علي ربنا يمسيه الخير دوت يعني اللي عمال ينميه فيها رسوماتك دلوقتي معانا على الشاشة، تمام. هي بالفعل فعلا رسومات متميزة، والفن ده حاجة جميلة من القلب للقلب كده، بيلمس ربنا قلوبنا يخليك. فعلا، حاجة فعلا متميزة. وبالتوفيق دايما، وهفضل دايما أقولك استمر في حلمك، احلمي وصدقي حلمك دايما. طبعا انت حبيتي ان انت توصلي ومعانا نعم استطيع، صوتك هيوصل لكل العالم. طيب كملي معانا. طيب مثلك الاعلى مين في موهبتك ومين مثلي ساعدك الأعلى وكده؟ يعني اللي ساعدني في موضوع الرسومات دوت هو عمو علي، اللي وقف جنبي وهتكملي ولازم ما تستسلميش، حتى لو جالك كومنتات انتي ممكن تكوني شافة الرسومات دي، ممكن تكوني عاملاها مش انتي مش خط ايدك، لا ما تستسلميش لأي كومنتات اللي بتجيلك سلبية دي، ما تفكريش فيها خالص. هو عمو علي اللي كان مثل الأعلى في أي حاجة، يعني الأب الروحي بالنسبة لي. ربنا يحفظه لك. ربنا طب ايه يخليكي. اكتر رسمة حبيتيها، وايه اكتر نوع الرسومات اللي انت بتحبي ان انت ترسميها، او ايه كده؟ الرسومات اللي هي المناظر الطبيعية، مناظر طبيعية. طيب ايه المناظر اكتر الطبيعية رسمة لحد دلوقتي شدتك اكتر للفن، يعني ايه اكتر حاجة حبيتيها؟ هي رسمة الموناليزا، والله انا بحبها طيب جدا. جميلة. طيب انتي دلوقتي بترسمي طبعا حاجات جميلة، وممكن ترسمي اشخاص طبعا. بورتريه طيب حاجة جميلة جدا. طيب انتي ايه اكتر، يعني ممكن توضحي لي اكتر وتوضحي للسادة المشاهدين اكتر رسمة لحد دلوقتي في فنك حبيتيها او اكتر متمسكة بيها؟ يعني اكتر رسمة هي
انا ممكن بعت صورتها حتى، يعني اللي هي قفص ورد كبير ديت انا محتفظة بيها من اول ما عملتها، وانا حتى ما بعتهاش. يعني في كذا لوح عاملة، كذا لوحة عاملها بتتباع وحد بيجي يشتريها، وبعملها بأوردرات والكلام ده كله. ديت اللي متمسكة بيها، مش عايزة ابيعها خالص ولا عايزة انا افرط فيها. على فكرة أنا من أشد الناس اللي معجبة وبتحب الفن جدا. على فكرة أنا عندي كمان فن وبحب أرسم، فعلا بحب الفن ده لدرجة غير طبيعية. يعني فعلا الفن ده حاجة كده بتلمس قلوبنا بمعنى الكلمة. طيب قوليلي، أنت لما بدأتي الفن ده وبدأتي ترسمي كان عندك، يعني عمرك قد إيه؟ كنت في حدود 9 سنين 10 سنين. 9 سنين. طيب مفيش معاكي مثلا صحابك كانوا معاكي، ولا انت بس اللي كنت بترسمي لوحدك، او كنتوا مجموعة مع بعض؟ لا، هو انا من اول ما ابتديتها طبعا لوحدي، لحد ما دخلت بقى في الموضوع ده وابتديت ان انا اخش فيه جد شوية، بقى عندي صحابي بيرضوا بيدعموني. ارسمي كويس انت، حتى في رسم البورتريه ترسمي اشخاص كويس غير المناظر والكلام ده كله. لا استمري، وهما برضو كانوا بيرسموا، فيعني كانوا سندني برضو شوية وكانوا مدعميني كتير. طيب مسابقات، يعني رسمك ده كنت بتطلعي فيه مسابقات او اخدتي جوائز عليه، او حد اكتشف؟ مين في المدرسين اول مدرس معاكي اكتشف ان موهبتك دي؟ مستر مسعد ده كان معايا في المدرسة، وكان بيخليني أروح معارض بقدم اللوح بتاعتي، والناس كانت بتشوفها، وفي كانوا كتير كانوا بيعجبوا بيها. تمام. طب انت ممكن تقولي لنا رسوماتك المتميزة دي وراحت وصلت لحد فين، او اخدتيها على كم مكان او كم معرض، او روحتي وصلت لحد فين بالظبط كده؟ كنت بروح، يعني رحت بالظبط كده، يعني في حدود 5 معارض 6 معارض كنت بروح، يعني ديت كده. من بعدها وقفت بقى مشاوير المعارض دي، يعني كنت على طول معارض اروح ادي اللوح بتاعتي اعرضها هناك كده. تمام. طيب ممكن مامتك من صغرك كانت بتقولك ايه علشان توصلي لده؟ كانت هي اكتر واحدة بتشجعك، ولا عمو علي اللي انت بتقولي عليه ربنا يحفظه لك يا لا، رب؟ ام علي من قريب، بس طبعا مامتي هي اللي قالت لي شوفي انتي طالما حابه الموضوع انا معاكي فيه لغايه الاخر. تمام. هي واخويا محمد برضو قال لي شوفي انتي عايزه ايه معاكي الاخر، طالما الموضوع فيه من جواكي انتي نفسه موهبه وانتي حابه الموضوع دوت، تمام خليكي مكمله فيه، واي حاجه انا معاكي فيها وجنبك. تمام. طب انتي ايه في مجالات تاني بتحبيها، او عندك حاجات بتعجبي بيها كالفن؟ طبعا اكيد في فنون ومواهب كتيرة جدا عندنا، كمواهب شعر، كمواهب فن، كمواهب غنى، عندنا كتير. انتي عندك معجبة بكم موهبة من المواهب دي، او عندك موهبة خاصة بس؟ هي غير موهبة الرسم اللي عندي، أنا بحب موهبة الغناء قوي، طبعا يعني دي عشان حاجة خاطر جميلة. أنا على طول وأنا برسم الأغاني جنبي، تمام. ما حاجة بعرفش كده أرسم في سكات. فعلا، حاجة كده هادية وتلمس القلوب فعلا. والفن ده طبعا في الحقيقة طبعا دي حاجة فن بمعنى، شوفي انت الكلمة بتاعتها ولا الاسم، فن يعني حاجة كده فعلا بتلمس قلوبنا يعني. ربنا يخليكي، الله يخليكي، تسلمي يا رب. ميرسي. طيب احنا دلوقتي معانا صور ليكي، تحبين نعرضها؟ تمام، اوكي. تمام. معانا الصور دلوقتي، ادينا كده كلمة عن كل صورة ممكن. تمام، حاضر. تتكلمي معانا، صورك طبعا ليكي كام صورة، ممكن تتكلمي وتدينا كام كلمة على كل صورة منهم؟ تمام، حاضر. ده محمد اخويا، ايوه. ده اللي على طول بقى قال لي انا جنبك، وده بابايا. بابايا شكرا جدا لي، تمام. يعني برضو واقف جنبي في حاجات كتير وبيساعدني، وبرضو كان مدعمني في حوار الرسم دوت وفي موضوع. ممكن تتكلمي معانا اكتر عن كل صورة، تدينا ليها كلمة كده يعني معينة؟ تمام، تمام. حاضر. اخوكي ده طيب، ومامتك وكده، ادينا كل صورة كلمة متميزة كده. تمام، ماشي. يعني اخويا هو سندي، ربنا يخليهولك. وبابايا طبعا حبيبي وكل حاجة ليا في الدنيا،
وربنا يخليهم لي هما الاثنين. ان شاء الله يا رب. بس اكيد طبعا تلاقي اخوك انت دلوقتي وبترسمي اكيد شاغب معاكي وتعبك شويه. هو لا هو من ناحيه هو متعب، فهو متعب كتير بس اكيد طبعا كنتوا دايما في كده مشاغبات مع بعض، الا رسمتك مش حلوه رسمتك. كتير. ما هو يعني هو قال لي تمام، يعني لسه من قريب كان بيقول لي خلاص طالما انتي مش حابه الموضوع ده خلاص ما تكمليش، ما تعمليش حاجه فيه. قلت له لا انا هكمل، قال لي طب ماشي خلاص كملي وانا معاكي. طيب بنشكرك استاذه هدير على الحلقه المتميزه فعلا النهارده، وشرفتينا ميرسي، ونورتينا. ربنا يخليكي. الله يخليكي. طيب فاصل ونرجع لكم مع قارئ حلقه متميزه طبعا وفقره متميزه مع الشاعره المتميزه رحمه محمود، ونسيبكم في مشروع متميز جدا، رنجه سندوتشات رنجه وليمون، ولا اقول لكم هسيبكم مع الفيديو معايا تشوفوا بنفسكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع بنوتة متميزة جدا في الشعر، اجتهدت وحلمت لحد ما وصلت لحلمها، وطبعا حبت توصل صوتها لكل العالم، ومعاها نعم أستطيع هنوصل صوتها لكل العالم. معانا ومعاكم رحمة محمود الشاعرة المتميزة، أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أهلا بحضرتك. طيب ممكن تعرفي نفسك أكتر للسادة المشاهدين؟ طبعا أنا اسمي رحمة محمود جميل من الجيزة، كلية دار علوم جامعة القاهرة. اهلا بيكي، شرفتينا. تسلمي لي. طيب اكتشفتي موهبتك ازاي ومين ساعدك؟ والله هو الموضوع بدأ معايا، بقيت اشوف الواقع وبحب اكتب، لقيت الموضوع بدأ يبتدي معايا تدريجيا، وبعد كده لما دخلت الجامعة الناس كتير في الجامعة تبع الشعراء وكده قالوا لي ان انتي تنفعي تكوني شاعرة وبتكتبي كويس جدا، ومن هنا بدأت بقى. طيب تمام، بدأت من هنا. طيب مثلك الأعلى مين؟ طيب وفي موهبتك ونفسك مين برضو حابة انك تكوني زيه؟ مين مثلك الأعلى وحابة ان انت تكوني كده زيه في الشعر والفن؟ هشام الجخ طبعا. ده طبعا، ده بصي انا من اشد المعجبين بهشام فعلا. بصراحة جميل جدا. طيب ممكن تسمعينا حاجة كده من ابداعاتك؟ اكيد. طيب اتفضلي. القصيدة اسمها لحظات عتاب. ابكي ابكي يا عيوني يمكن تغفل ذنوبي، ابكي على الوجع وابكي على الألم، كل اللي راح بينتهي وكل اللي جاي بيشتكي، مين اللي مسح دموعك وجه في يوم وغطى عيوبك، ابكي على وحدتك وصرختك اللي من غير صوت،
ابكي على قلبك اللي اندفن، وابكي على جسدك اللي تحول لصنم ملعون، وابكي على حالك اللي أصبح مكسور، وابكي على كيانك اللي ملهوش دور. كفاياكي كفاياكي تعيشي في الدور، انت في الغور ملهوش في القصور. بتعافري على مين وبتكبري لغاية فين؟ كبريائك اتهد وضلعك مكسور. قوليلي قوليلي أجيبلك منين حيل في زمن ما يعرفش الأصول؟ طب قوليلي مين هيفضل جنبك للنهاية؟ اوعي تفتكري ان حد هيبقالك ويفضلك ويقولك مالك، انا جنبك وبقالك. ده كان زمان او في الاوهام، يا بنتي احنا بقينا روح خايبة متعشمة في زمن لا يتعاش ولا يتصان، واللي منك باعك واللي حبك خانك، واللي فكر يكلك ويكون منك بقى عدو ولا يتصان ولا حتى نديله أمان. احنا بقينا روح شفافة صعب تتعايش على أرض خراب، مين يكلك أرض ومين يكلك وطن يحميكي ويراضيكي ويقولك معاكي ومش هسيبك؟ اللي مهما ينحنيه الدنيا جبل ولا ينحني قدامك، بس ممكن يبكي في أحضانك ولا يكسرك في يوم ولا يخلي تنزل دمعة من جفونك. يا بنتي يا بنتي دول ناس وشها كذاب ونفوس قلابة ودنيا خرابة، ولا مين اللي قال إن الجنة من غير ناس ما تنداس؟ الجنة للناس العزاز للناس الأوفياء مش للغدر والنفاق. تكذبوا على مين وبتداري غبائكم لغاية فين؟ ده احنا حافظين غدر وعارفين، نفاق ده طبعا غني عن التعريف، والكذب ده طبعا علشان تداروا بيه غدركم اللي ما بيظهرش. طب قولولي بتداروا على مين؟ ده انا المذيع اللي ياما غدرت بيه وياما ختمت الحديث باحلى التفاصيل، يمكن الاقي وصفه وتعبير يغير طبعكم اللعين. مع نهايه كل حلقه احب اقول لكم ادائكم وحش في التمثيل. بس طبعا التمثيل ده والمذيع للناس اللي هي المنافقه مش حاجه تانية. برافو جدا بجد، فعلا القصيده دي لمست من القلب للقلب فعلا. الله، حاجه جميله فعلا وفوق الخيال. انا بجد حبيت قصيدتك دي، فعلا متميزه جدا بجد، اثرت فيا. بجد اثرت فيا فعلا. طيب ممكن انا بصراحه حبيت كده شعرك وحبيت قصايدك، ممكن تسمعينا حاجه تاني؟ انا حابه بقى اسمع ليكي بجد. تمام، هو مش عايزه يبقى كله حزن بس. تمام. لا عادي على فكره. اوكي. القصيده كفاياك تعذب روحي وياك. خلينا متفقين ان الحياه واحد مش اتنين، وخلينا متاكدين ومجتمعين ان برضو واحد مش اتنين. قرين روحك عايش في جسمي لغايه فين؟ عمال اهرب واجري زي الخيل، ولا عارفة افرح ولا راضي تسيبني. انا وانت اصبحنا جسد واحد، بتنهش وتعذب وتلوم فينهار روحي معاك. عمال اهرب منك مستايب روحي ليه؟ اجرمتلك في ايه؟ اسلوب حياة ثابت فريد زي الندى. انا وانت والهوى خسارة الوصف والهوى. لغاية فين هتحوطني؟ لغاية فين هتفضل ملكني؟ قدامك البشر كتير، قدامك البشر كتير، ابعد عني وفارقني، ابعد يا حزن وسيبني. كفاياك 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 تعذب روحي وياك. ايه يا حزن مثبت فيا ليه؟ ولا علشان سكتالك واهرب منك تتمكن وتتملك وتتغالظ وتزيد في ألاعيبك؟ من النهارده واقفالك، من النهارده واقفالك، وبفتح لك شبابيك، بفتح لك شبابيبك. اجري ونط من اوهامك، اوعى تفكر اني هبقالك، روح شوف حد تتمكن فيه بقى لعيبك. انا خلاص زهقت من تمثيلك، حزن وفراق ومرار كتر قوي خيرك، عايشتني في ايام اسود من سواد الليل. قلتلك اني اعيش مره مش مرتين. بجد والله بجد حاجه روعه. بجد اعجبت جدا بحلقتك النهارده معانا فعلا. شكرا ليكي استاذه رحمه، شرفتينا بجد. اكتر أهلاً طبعا بيكي. اهلا بيكي. حابه ان انا اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا. انا يوم الخميس اللي فات 11/8 كنت معاكم هنا،
وفي نفس اليوم كنت معاكم في الحلقة الساعة 12، وبعدها جاني اتصال، أنا ولسه هنا في القاهرة، جاني اتصال الساعة 7 مساء مع المغرب، جاني إنه حصلت حريقة في القرية اللي أنا فيها في محافظة جنة مركز أبو تشت، العلامات بالتحديد العلامات الشرقية حصلت فيها حريقة ودمرت حاجات كتير من أموال طبعا وحاجات كتيرة جدا، وكمان النار دي اتنقلت من بيت لبيت لبيت، وأخدت أم بستة أطفال، يعني أخدت أم ستة أطفال. أنتوا عارفين دلوقتي أكبر طفلة لسه مكملتش العشر سنين؟ أنا كنت بتكلم عن الإسعاف والمطافي خصوصا علشان الموضوع ده حصلت فيها دمارات، وقلنا لكم فعلا الشباب بدرت بأرواحها، وأنا قلت لكم إحنا مش مستعدين نبادر بأرواح الشباب دي، وفعلا فضلوا كمان. وكمان إيه الإسعاف؟ جات إسعاف، ثلاثة إسعاف واثنين مطافي، بس جه إمتى؟ بعد ما الحاجة حصلت، بعد ما الدمار تم. ما أنا هو ده اللي أنا بتكلم فيه فعلا، على بال ما بتيجي من مركز أبو تشت لحد القرى اللي إحنا فيها بتكون كل حاجة اتدمرت. ده مش حرام؟ ممكن تنظروا للأهل القرى دي بنظرة، بعين الرفقة، بعين الشفقة، انظروا ليهم. ودي هرجع تاني وأقول لكم دي من أبسط حقوقهم. لو دلوقتي كانت ترميم الوحدة الصحية مترممة تمام دلوقتي، ما كانتش الشباب دي أخدت الست وأسعفتها بسرعة؟ ولا لو كان في ليه دلوقتي الوحدة الصحية اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي هي في قرية العلامات، العلامات بالتحديد العلامات الغربية هي دلوقتي موجودة فيها، ولكن مش منظر مستشفى أو وحدة إحنا موجودين فيها. ده منظر المفروض تكون جاهزة بأطباء وإسعاف ومطافي، ولكن إمتى؟ على فكرة والإسعاف والمطافي اللي أنا بطالب بيهم دلوقتي مكانهم موجود بجوار كمين البحر سمهود، ولو ما كانتش موجودة في كمين البحر سمهود في مكان تاني عند خزان المياه، البلد كلها مستعدة إنها تخلي هنا الإسعاف والمطافي، بس أنتوا هاتوهم الأول، لأنه بجد حرام اللي بيحصل في القرية ده، حرام اللي بيحصل في أهل المركز. على فكرة أنا بحس إنه مركز أبو تشت ده مش تبع مصر أصلا، يعني أنا على ما أظن إنه مفيش أم بتفرق من ولادها. مركز أبو تشت ما فيهوش بنك أهلي، ليه ما يكونش مركز أبو تشت كمان فيه بنك أهلي؟ ليه؟ دي من أبسط حقوقهم، هرجع أقول لكم تاني دي من أبسط حقوقهم، وعلى فكرة لازم دي من أبسط حقوقهم إنه يكون فيه بنك أهلي. في ناس كتيرة صعبة ليها مواصلات والأماكن، ده مش حرام تبصوا عليهم؟ مش حرام تنظروا لهم؟ وعلى فكرة سبب الحرايق اللي بتحصل كتير الأيام دي المحول النور، دايما هو عريان وما فيهوش اي غطاء وممكن يدمر اطفال وناس كبيره وممكن هيدمرنا كلنا، حرام. لازم تنظروا ليهم وتبصوا وتحققوا لهم كل متطلباتهم، ودي من ابسط حقوق اهل القرى. وبكده وصلنا للنهايه حلقتنا المتميزه، وشكرا لكل المشاهدين، ونتقابل في حلقه جديده في برنامج نعم استطيع، وهفضل دايما هقول لكم احلموا وصدقوا حلمكم، احلموا وصدقوا نفسكم. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين. مصر جميله ودوله كبيره هتعدي الازمه دي بسهوله، بجيشها رئيسها وداخليتها والشعب يقف كده برجوله، كله يحاسب كله يحافظ على بيته وعلى كل جيرانه، لاجل نعدي وربنا حافظ يحفظ وطني وكل جيرانه. مصر قالت لك تلزم بيتك كم يوم والأزمة دي هتعدي، اسمع قولها هتحمي عيالك، خد بالك لا خدها تحدي. لما الدولة بحالها تقرر إن كورونا مرض متعدي، أعراضه خطرة ومش هتتصور، لما بيهجم مش بيهدي، بتقول لك بس الزم بيتك، يلا معايا لكلامها نلبي. ده التوعوية. طيب عجبت مين بقى القصيدة دي؟ والله القصيدة دي عجبت كل الناس اللي موجودين عندنا في البلد، وسجلتها على تليفون ولد كان من تلامذتي يعني، وبعتها لاصحابه واصدقائه وعجبوا بيها جدا. انا قصيدة حلوة جدا. ما عنديش صفحة اليوتيوب ولا قناة يعني ولا كده، ان شاء الله قريب نعملها باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب كتبت كم قصيدة بقى من ساعة لما انت بدأت من 22 سنة حتى الآن؟ والله حضرتك مش هفتكر، بس كتير كتير يعني جدا، كتير أعداد كتير كبيرة. وموجودة وموجودة يعني، ما راحتش مني يعني. طب ايه أول قصيدة كتبتها ولا متفتكر؟ أول قصيدة كتبتها كانت عن الرومانسية عن الاجتماعية؟ لا كنا احنا نجحنا في سنة، وكنت كتبت حاجة اسمها الفرحة باين، حاجة زي كده، بس عن النجاح يعني. عن النجاح. نجحنا كطلبة. طيب أي قصيدة من قصايدك بتعبر عنك، يعني بتحسها انك يعني دي انا؟
دي أنا قصيدة أمي. طيب نسمع بقى. بقول لها اتفضل المايك. رسمتك للزمان غنوة وما قدرتش أوفيك، ومهما تبعتي ثانية بروحي وقلبي بناديكي. يا ست الكل يا مايا تعيشي يا أمي وافديكي، ويرقص قلبي جواي يا ريتك كنتي وياي، واشوف في عينيكي ضحكايه ما هنتي كل دنياي. يا عمري يا سعدي يا هنايا، انا اشتقت لك ياما، تعالي ويلا ضميني، ده عمر الدنيا دي بحالها ما تسوى، اوعي تسيبيني. حملتي سهرتي وعانيتي وكنت صغار وما معاشي، ولما احتجت لك جيتي، من غيرك انتي مسواشي. يا رب يا رب تخليلي امي وتحميها وترضيها، وخلف بنتي من دمي يكون فيها شبه ليها، وبارك ربي في امي وخد من عمري واديها. على فكره القصيده دي انا كنت بسمعها بره من الاستاذ نصر قبل الهوا، اتاثرت بيها قوي. كنت هبكي لان هو كمان برضو عيني دمعت كده، وقال لي كمان قصة عن القصيدة دي، فانا كنت قلت له لازم تقولها، يعني قصيدة هايلة بصراحة. هو كمان بيقولها باحساس وتعبيرات وشه، انا بعتذر لو كنت فكرتك بال... لا 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 مفيش حاجة. طيب نكمل حلقة. اتفضل. طيب بتحلم تألف كتاب؟ والله من زمان بحلف، يعني ألف. أنا عندي ديوان، أنا عندي أكتر من 5-6 دواوين، لو اتجمعوا يعني إن شاء الله هيغيروا حاجات كتيرة في شبابنا وفي مجتمعنا اللي مليان فتن ومليان إعراض عن الصح وعن اللي بتقوله البلد، يعني زي ما أنت حضرتك شايفة يعني وعايشة. هيبقى ديوان عن الاجتماعيات مثلا وديوان تاني، ولا هيبقى والله كتاب؟ والله انا نفسي اعمل كتاب اخليه مثلا من 5-6 فصول. طب اول فصل يبقى فيه مثلا ايه؟ يبقى فصل مثلا عن الايه، عن الشباب عامه واحساس الشباب وتفكير الشباب وكيف ننهض بايه بشبابنا، وارساء قواعد للشاب عامه كيف يختار، كيف يعيش، كيف يسير في الحياة. الفصل الثاني؟ الفصل الثاني بيكون اجتماعيات ما بين الزوج والزوجة. وكيف الأسرة يعني. الأسرة عامة يعني. الفصول اللي بعد كده بقى بتكون فصول ثقافية، فصول وطنية، فصول رومانسية، لأني بحب الرومانسية جدا يعني. طب ما احنا هنسمع برضو. طيب هتسمي الديوان ايه أو الكتاب ايه؟ إن شاء الله يعني إذا سميت، إذا كتب لي يعني أن أعمل كتاب بإذن الله، يعني هكتب إيه؟ ضمير ميت. ليه الاسم ده؟ غريب شوية. لأن هو الإنسان عامة لما يعيش معاناة لفترة كبيرة من الزمن بيحس إن هو عايش مش عايش، يعني بيبقى عايش ميت في دنياته يعني. على فكرة أنا ملاحظة في معظم الشباب اللي أنا استضفتهم كانوا برضو بيلقوا الشعر وكده، في حزن، في نبرة ألم وحزن. ليه؟ أنا بسألهم على فكرة برضو نفس السؤال، ليه؟ والله هقول لحضرتك على حاجة بصراحة. بصراحة عدم الرضا وعدم اليقين بحياة الإنسان نفسه وبعيشته جوه بيته وبعيشته وسط ناسه، ما بيكونش راضي بعيشته، ما بيكونش عنده يقين بعطاء ربنا سبحانه وتعالى. إنما لو هو جاله، لو صلى وعرف ربه وصلى فرض ربنا سبحانه وتعالى وتوكل على الله، صحيح، ربنا هيهديه لأي طريق هو عايزه. إنما إعراضه عن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلي دايما حياته حزن. يعني اعراضه عن ربنا ولا ظروف هو بيمر بيها؟ الظروف احنا اللي بنحط نفسنا فيها، لان الظروف دي كل الناس عايشه فيها. الغني والفقير عايش فيها. الظروف ما كنتش هتعرف تكتب، لان الظروف اللي خليتك شاعر او خليتك تحس. بص حضرتك على حاجه، الشاعر لا يلقي شعرا الا اذا كان شاعرا، موهبه. لماذا القى الشعر؟ لانه شاعرا، صحيح، ولد لكي يكون شاعرا، صحيح، مكتوب عند الله انه شاعرا، صحيح. بس صحيح.
طيب نسمع بقى حاجة، القصيدة اللي هي انت قلت لي لازم اقولها، انا عايزة اسمع. طيب تمام. اتفضل امسك المايك عشان اتفضل. برضو عن الحزن برضو، فبقول الكل ظالمني، الكل ظالمني. بقول ايه فايدة الاهل وفي عز الشدة سايبني، ايه فايدة الاهل وبرخص التراب بيعني، تايه في دنيا الفتن مش لاقي حد يفهمني، بصرخ بعلو الصوت مش لاقي حد يسمعني، وتعبت من كتر البكا ليه بس الكل ظلمني، هصبر عساه الزمان يجي فيه يوم يفرحني، وترجع الضحكة الجميلة واشوف الاهل شاريني، وساعتها هنسى الاسى واعيش في الدنيا متهني. يا رب يا رب انت الصبور تلهمني الصبر وتعني، على اللي زرعوا الاسى وخلوا عيالي كرهني، وكرمني لاجل النبي وهاتهم لي ما تحرمني. حلوه جدا. اتأثرتي بيها الليل القصيدة دي، واحنا قبل الهوا قلت لي لازم اقولها بالذات، لازم. والله انا عشمان ان عيالي تكون بتتفرج عليا دلوقتي ويعرفوا ان ابوهم مظلوم، ويقولوا الحضن تاني، وده نداء مني عن طريق قناة الصحة والجمال لعيالي اللي سايبيني بقالهم كتير، بقول لهم تعالوا ما وحشتكوش طول السنين دي، انا ما وحشتكوش. بس انا بضم صوتي واسرة البرنامج لصوت الاستاذ نصر وبر الوالدين، يعني مش هقول اكتر من كده. هو متأثر قوي، يعني هو قبل الهوا عمال يكلمني، عمال يقولي لازم اقول دي ولازم اقول دي. فانا كنت عايزة اعرف ليه، يعني ليه هو مصر ان هو بره يقولي لازم ولازم ولازم، ولما قالها حسيت ان هو بيطلعها من جوه قوي متأثر. فيعني بصراحة باباكو يعني يعني بر الوالدين يعني. طيب ايه اكتر الصعوبات اللي واجهتك في حياتك في طريقك وانت بتكتب شعر؟ مفيش حاجه بتواجه الشاعر عامه لما يحب يكتب. حضرتك لو هو راكب اتوبيس هينزل ويدور على اي ورقه يكتب فيها الخطر اللي هو جاله، يعني مفيش اي حاجه في الدنيا تعطل اي شاعر عن الكتاب. اي شيء لو هو محطوط تحت الارض هيكتب. طيب يعني ما حدش مثلا قال لك انت ليه بتكتب كده؟ طب انت هتاخد ايه؟ انت بتضيع وقت؟ هو يعني ايه شعر؟ هو حد كتير وحد كتير فاضي؟ كتير كتير هو ليه كده؟ كتير كتير. كانت اجابتي واحده، اذا اصاب الشاعر اليأس فقد مات، اذا اصاب الشاعر يأسا فهذا يوم موته. بس لولا لحظات اليأس ما كانش هيكون شاعر يعني. ما هو اللي حضرتك على حال، مش يأس بمعنى يأس، هو يأس لحظة إعاشة اللحظة، إعاشة القصة التي تخمرت بداخله ويريد أن يكتبها لتخرج إلى الناس ويسمعونها ويعجبون بها ويرون أنفسهم فيها. مين أكتر حد بيحب يسمع لك الفترة دي غير والدك الله يرحمه؟ المقربين مني في الشغل وال لا، مين عنده مزاج يسمعك؟ أخويا. طب أي قصيدة بيحبها لك مثلا؟ والله بيحب قصيدة أمي برضو اللي أنا قلتها دي، بيحبها جدا وبتهيألي كان حفظها. كم حاجات كده يعني بيقول لي أنت مش يعني مش هتسكت، بتقولها بعمق. طيب وهو كمان هو بيحس بيها، لان هو طبعا كان اقرب مني ليها كمان، اللي كانت عايشه معاه هو يعني. الله يرحمها. طيب عايزه اسالك سؤال، انا بساله لكل الضيوف اللي هم بيلقوا الشعر. لو اتعرض عليك من مطرب كبير او مطربه انك تالف لهم اغنيه، بس اغنيه حلوه، يعني انا بتكلم عن مش الاغاني التانية، انا بتكلم عن الاغنيه كويسه يعني. ده حلم بتحلمه ولا بعيد يعني؟ والله انت عندي حاجات كثيره جدا اذا لحنت واذا الله وضعت على نوتة موسيقيه ستغير معنى كثيرا في هذه الكلمات الهابطه التي نسمعها ليل نهار. طيب بتحب مين تكتب له اغنيه، او سواء رجل كلهم أو حلوين؟ كلهم حلوين. لا انا عايزه لا تحديد. طب لو قلنا زمين، هقول لحضرتك على لا هقول لحضرتك على حاجه. الانسان اللي بيبقى جعان
بيحب اي حاجه تتحط له قدامه ياكلها. بمعنى مش فاهم شويه. بمعنى ان انا معلش يعني انا مش هختار ولا احلم، متى احلم؟ حينما استطيع ان احلم. طيب لو قلت لك مثلا في المطربين زمان، مش بلاش دلوقتي، زمان تحب تهدي اغنيه لمين؟ عبد الحليم حافظ يعني، كل مين يعني، واحد في الدنيا بيكتب اغاني وما بيحبش ده؟ كانوا بيتخانقوا على الرومانسيه بقى. طب قول لي بقى القصيده الرومانسيه. طيب ماشي. اتفضل. ممكن اسمها ايه؟ اسمها احلى ما فيكي. بقول لها ايه؟ ده انت عينيكي احلى ما فيكي، احكي واقول في جمالك ايه؟ ساكنه في قلبي بكل ما فيكي، هتعوزي اكتر من كده ايه؟ وانا وحياتك عندي ما هقدر اخدع قلبي بغيرك يوم، حتى ان فزت بنظره انا هصبر يفرح قلبي ويشبع نوم. ياللي عينيكي احلى ما فيكي، احكي واقول في جمالك ايه؟ انت حياتي وربنا عالي، بحلف بيك في كل مكان، كنت في بيتي وكنت الهانم، والقول فيكي يزيدني مجال. ياللي عينيكي احلى ما فيكي، احكي واقول في جمالك ايه؟ كل منايا اعيش لهناكي، صوابعي العشره ليكي شموع، وبحبك واتمنى رضاكي، وحبك في قلبي انا مطبوع. ياللي عينيكي احلى ما فيكي، احكي واقول في جمالك ايه؟ ساكنه في قلبي بكل ما فيكي، هتعوزي اكتر من كده ايه؟ حلوه جدا. كنت بتقولها بقى لمين او كتبتها لمين؟ مين صاحبه القصيده دي؟ والله انا كاتبها كنت كاتبها ساعه ما لما كانت عايشه معايا زوجتي يعني. يعني لها؟ اه. طيب في قصيده ده تانيه للثوره انا عايزه اسمعها لانها حلوه جدا. كنت قلتها طيب لي واحنا طيب قبل الهوا. حلوه جدا. والله اقول لحضرتك القصيده دي ليها حكايه. طب نسمع الحكايه الاول؟ كان في زعل ما بيني وبين جماعتي يعني وكده، وكنت خارج بتمشى كده، ف طبعا انسان تايه لما يكون زعلان بيكون تايه، مش حاسس انه عايش في يعني، يكون زعلان ومش شايف حد. اه حزين. فشايف ناس ماشيه كتير ورايحه وجايه وكده، اتأثرت بالمنظر، ويتخانقوا خناقات وضرب وبتاع. فاقول ايه؟ انا من يومين نزلت البلد اعمل لي كام مشوار. ممكن نمسك بس المايك؟ اتفضل. انا من يومين نزلت البلد اعمل لي كام مشوار فيها، لقيت بلدنا غير البلد، مليانه ناس على اراضيها. سالت مين دول؟ قالوا شباب عاملين مظاهره بمعانيها. انا قلت طب يا قولي الالباب معقول هيقدروا عليها؟ لقيت ولادنا زنت الشباب حالفين يطهروا اراضيها. الله معاكم، يلا يا احباب عايشين وهيعينكم عليها، لو تخلصوا لها هتديكم اكتر من الاحلام فيها، دي بلدكم وشلوها في عينيكم، الليله ثانيه في لياليها. جميله جدا، عجبتني دي برضو من ضمن القصائد اللي عجبتني بره. يا رب يخليك. جميله جدا. لا بجد والله انا مش بجامل حضرتك خالص، كل القصائد اللي انا سمعتها سواء بره قبل الهوا او هنا، لا بصراحه هايله. طيب في برضو قصيده انت قلت لي على القصه بتاعتها بتاعه الشهداء والشهيد، عايز اسمع القصه وبعدين نسمع القصيده. والله انا قلت لحضرتك بس ما اعرفش بقى اقول اسم القناه ولا ما لا بلاش اسم القناه، يعني نقول. انا متعود ان انا اسمع قناه معينه يعني. تمام. برنامج معين في قناه معينه. برنامج معين في القناه دي يوميا يعني، بيجي الساعه 7 بالليل. تمام. فكنت قاعد ولقيت في حاجه على الهواء جايه بتقول لك ده الداخليه بتقتحم عماره في الاميريه ساكنينها ارهابيين وبيعملوا رعب للناس وبيحضروا تفجيرات وقنابل لحاجات يعني تخريب البلد وكده. وهقول لحضرتك على حاجة، الإنسان اللي هو بيحب بلده وبيتأثر بيها بيكره أي حد عايش فيها وما بيحبهاش، وبعدين دول عايشين وسطينا وعايشين وداخلين فينا، وحضرتك ما تعرفيش مين اللي جنبك ده إيه واللي جنبك ده إيه، ممكن اللي جنبك يكون بيحضر لموتك وأنت مش عارف حاجة. فربنا سبحانه وتعالى ينقذنا منهم ويبعدهم عننا يعني.
فاستشهد في اليوم ده مقدم كان اسمه احمد الحوفي. فقلت لهم الحوفي ده شهيد. قلت لهم الحوفي شهيد. قصيدة حلوة جدا. اسمها ممكن ايه؟ ممكن برضو نمسك المايك اتفضل. فبقول لهم ايه بقى؟ على فكرة انا بحب الداخلية جدا لان حمياني وحمياك وحمية البلد دي كلها. وربنا سبحانه وتعالى يحميهم دايما يا رب. يا رب ان شاء الله. فبقول لهم الحوفي شهيد الامرية. الحوفي شهيد الامرية فخر الداخلية المصرية. بطل الابطال ضحى بنفسه يا رب احفظ كل الداخليه. الارهابي ده عميل براني عمره ما عاش على ارض ناديه. يغدر بيه على طول في ثواني ولا يعرف دين ولا وطنيه. ابطالنا في الجيش والشرطه حاميننا من غير توصيه. بيضحوا يوماتي علشاننا ومش طالبين شكر ولا هدية. بالروح والدم راح افديكي يا كبرت الأمة العربية. يا بلادي يا مصر راح احميكي من كل الفتن الرجعية. وتعيشي يا مصر يا حبيبتي بولادك منصورة قوية. الله الله. للأسف احنا حلقتنا النهاردة خلاص يعني. تحت عمري. انا كنت مبسوطه ان كنت مع حضرتك النهارده يا استاذ نصر. ان شاء الله تعيد بس. ولكن قبل ما نختم الحلقه انا عايزه اقدم تهنئه وابارك وكل اسره برنامج نعم استطيع تهنئه ترشح مهندس وليد شعلان لانتخابات البرلمان او 2020 عن مركز زفته والسنطه. دلوقتي هنشوف الصور. طيب خلاص للاسف انا وقتي خلص النهارده معاكم. ان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه تانية كتير وان شاء الله نشوف مواهب تانية. انا كنت النهارده مبسوطه مع استاذ نصر الحداد المشهور بسيف الحديدي. ربنا يوفقه يا رب. وسلام.